هذه بالنهاية صف ثالث انتقم من الله ينتقم منه الاحتلال الله ينتقم منهم شرجحونا وبهدلونا ولا قطعة فيهم زي كلهم قطع حسبي الله ونعم الوكيل أشكوهم إلى الله الله ينتقم منهم من غير انذار واستشهدت ست وابنها بنت عمي وابنها وفي اصابات وفي ناس مش مبينه لحتى الان وراح البيت شيلوا من الجنب خلاص الباقي في المستشفى هنا معروفين كلهم جوا